حاجات حية. قابيل على NBC مصر. رمضان يجمعنا. ازيكم يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده في رمضان في البيت على هوم سينما. النهارده المسلسل اللي هنعمله رياكشن هو مسلسل قابيل بتاع محمد ممدوح. محمد ممدوح طبعا انا بحبه جدا، وانا عارف ان هو طبعا مش بيشتغل في اي حاجه، فاتمنى ان المسلسل ده يبقى حلو من التريلر. المره دي تريلر مش تيزر، ودي حاجه غريبه جدا لحد دلوقتي ان مش تيزر زي باقي المسلسلات. ده تقريبا اول اوفيشال تريلر اشوفه ان مدته دقيقه وتلت، فيعتبر تريلر ما يعتبرش تيزر. طبعا كالعاده ما شفتش التريلر ده الاول ولا مره، فهشوفه معاكم دلوقتي لاول مره. يلا بينا. ازاي قابيل ده عامل زي الطاووس؟ لو ما بصيتش ناحيته بيتجنن. انت وحياتك محمد فين؟ بنت نزل صورتها على الفيسبوك، ولا خاطفها ولا خاطفها ده بيهدد بقلبها. كانش فارق معايا بنته فين وهي عايشة، فارق معايا دلوقتي يعرف جثتها فين بعد ما هي ماتت. أمين مختار بحياة كويس. ذنب ايه يا باشا؟ قولي أنا مت ليه؟ لا يا طارق مش هتروح. حبيبي انت فاشل، لازم تعترف انك انت مين؟ مالك؟ قولي بصراحة فيك ايه؟ مش وقته خالص الآلة بتاعتك دي يا طارق. اركن الآلة بتاعتك دي على جنب. حاجات حية. قابيل على NBC مصر. رمضان يجمع. اوكي يا جماعه، بصراحه المسلسل حلو، شكله حلو، مش وحش، شكله حلو يعني لحد دلوقتي. ده وطلقه حظ يعني هم دول الحلوين لحد دلوقتي، على عكس المسلسلات الثانيه اللي عملت لها تريلر رياكشن. هو تقريبا كبلوت انا شايف ان هو الحبكه يعني مش صعبه، ان هي حصلت جريمه قتل ومش عارف ايه وكده، وبيحاولوا ان هم يدوروا على القاتل. و ما اعرفش بقى اذا كان هنا هيحصل فيه بلوت تويست ولا حاجه، بس انا مش عارف اذا كان اصلا اميله خليل هي فعلا موجوده ولا هي مجرد شبح جوست محمد ممدوح بس بيشوفه، ولا هي ماتت وبعد كده هي بتظهر. بس ما اعتقدش هتكون ماتت، لان هي طبعا بطله المسلسل، لان اخدت بالي ان اسمها جلال. واللي بسطني قوي ان في محمد فراج، بصراحه انا بحب محمد فراج جدا. يعني الكاست بتاع المسلسل محمد ممدوح واميله خليل وحسن شتا، وفي كمان محمد فراج ونهى عابدين وبسنت شهاب. الاخراج لكريم الشناوي، تقريبا ده اول عمل درامي مسلسل رمضان السنه دي يعمله، ما عملش اي عمل درامي. نسبه ترقبي للمسلسل ده 8.5 من 10، ده يعتبر اعلى ريت اعطيته لحد دلوقتي كنسبه ترقب في المسلسلات اللي انا عملت لها تريلر رياكشن. بس اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، وان شاء الله اشوفكم في حلقه ثانيه قريب. ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم، وما تنسوش تعملوا لي فولو على فيسبوك وتويتر وانستغرام، واشوفكم الحلقه اللي جايه. باي. حاجات حيه. قابيل على NBC مصر. رمضان يجمعنا.